أهلا بكم. بعد العام 2003 أطلقت العديد من وعود إعارة الإعمار في العراق، وعقدت عدة مؤتمرات دولية لحشد الدول المانحة، وقدمت وعود كثيرة بمليارات الدولارات لهذه المهمة، لكن عملية إعارة الإعمار في العراق شابتها ظاهرة الفساد المالي والإداري، ما جعل صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول إن جهود إعادة الإعمار التي بدأت بآمال عريضة انتهت كغيرها في مستنقع الفساد وسوء الإدارة. أما الأمريكيون فقد أعلنوا في العام 2006 أنهم لن يخصصوا أي أموال إضافية لإعادة إعمار العراق. ثم جاءت إدارة دونالد ترامب لتعلن أنها لن تساهم بأي أموال لإعادة إعمار العراق. إعادة إعمار العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: أين تلاشت الوعود الدولية والإقليمية بالمساهمة في إعادة إعمار العراق الجديد؟ وهل ثمة إرادة سياسية جدية عند القوى الحاكمة في العراق لإنجاز مهمة إعادة البناء والإعمار؟ وما هو دور إدارات الاحتلال الأمريكي في حيثيات هذا الملف القديم الجديد؟ وكيف عرقل الفساد الحكومي وسوء إدارة الدولة إنجاز مهمة إعادة الإعمار في 15 سنة الماضية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، سعاد العزاوي. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في ملف إعادة إعمار العراق. ضيوف الطاولة كل من الدكتور رافع الفلاحي كاتب الباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، وستكون أيضا معنا مديرة دائرة أو مشروع إعادة الإعمار سابقا في العراق الدكتورة سعاد العزاوي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. لو بدأنا مع الدكتور العزاوي، دكتورة، منذ عام 2003 وإلى اليوم عقدت العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية، وطبعا وعود بإعادة إعمار العراق وتقديم المليارات، وكان طبعا آخرها مؤتمر المانحين في الكويت، لكن خلال 15 سنة لم يعمر العراق، العراق لم يعمر، لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. الصوت واضح. نعم تفضل. يعني حضراتكم مثل ما تعرفون هو المسؤول عن التدمير من عام 1991 و 1998، 2003 بعدين تدمير المدن الفلوجية، هو الاحتلال الأمريكي يعني، ومن ساعد هذا الاحتلال من دول الناتو طبعا. فما نتوقع أنه هذه يعني الجهة اللي حقيقة أمعنت في تدمير الخدمات والبنى الارتكازية وكل ما متعلق بحياة المدنيين هي اللي راح يعني تكون حريصة على أن تعيد إعمار العراق، اللي أعاد إعمار العراق في تجربة يعني فريدة من نوعها في سنة 1991 هي يعني الشعب العراقي بقيادة حكومة وطنية كانت حريصة على أن تعيد الحياة الطبيعية وتؤدي يعني تنهض بالخدمات مرة ثانية بعد أن تم تدميرها. فبعد هذه التجربة الحقيقة ومثل ما تفضلت حضرتك ومثل ما نلاحظ خلال 15 سنة الماضية جاءت تجربة اسمها إعادة الإعمار في العراق في 2004 إلى تقريبا 2008، قيمها المفتش العام الأمريكي، ما رح نقيمها إحنا يعني شخصيا، وقال بأنه كانت هذه صرف فيها 213 مليار دولار خلال 4-5 سنوات. تقييم المفتش العام الأمريكي لهذه الحملة أنها اتسمت بالتزييف اللي هو كان اسمه معين من قبل الكونغرس الأمريكي ستيوارت بون، واستمر يعني يروح ويجي للعراق ويدقق الإجراءات والصرف وإلى آخره وكافة
ما صرف على ما يسمى حملة إعادة إعمار اللي قادتها أميرته على أساس تعاون الحكومة العراقية آنذاك. الحملة ضاعت بيها 61 مليار من تخصيصات اللي أميرته ادعت أنه هذه كانت من أميرته. المحدث العام الأمريكي وصف هذه الحملة بأنها اتسمت بالتزيير والتجاوز والهدر وضعف التوثيق والتأخر في إنجاز المشاريع أو عدم إنجاز المشاريع يعني كليا. ولذلك هذه الحقيقة هذه نموذج من الحملة اللي صارت بين 2004 و 2008 تقريبا 2009. المانحين خسروا 14 مليار في هذه الحملة. الحكومة العراقية ادعت أو حسب ما من هم المانحون دكتورة إذا سمحتي لي، من هم المانحون الذين خسروا هذا المبلغ؟ من الذي قدم هذا المبلغ؟ أنا داف يعني تم دولة اشتركت في مؤتمر مدري مثل ما حدث في الكويت، وكانوا يعني بعض الجهات يعني وقت من عندهم أيضا من دول الخليج جواطين بأن يعني يرجع وضع حياة المواطنين إلى وضع طبيعي. طيب هذه الأربعة عشر مليار التي قلت أنها ضاعت أين ذهبت؟ حسب تقرير المفتش إنه ضاعت بمجموعة إجراءات هو لخصها إذا تسمحوا لي لخصها بعدة نقاط. نعم. قال بأنه فشل حملة إعادة الإعمار هذه أسبابها انعدام الأمن واستخدام أموال طائلة لاستخدام سيكيورتي، يعني استخدموا مثلا 5.3 مليار دولار حتى يجيبون 25 ألف مرتزق سيكيورتي يحمون عوائل المقاولين والشركات الأمريكية التي كانت على أساس تقوم بإعادة إعمار العراق اللي راح نذكرها لاحقا. واحدة من الأسباب الأخرى اللي هدرت هي المبالغ لم تكن لدى الحكومة الأمريكية للهيكليات الراسخة ولا الموارد الضرورية لتنفيذ مهمة، يعني تصور هم عندهم إمكانية يحتلون بلدان يبلعوها، لكن هو يدعي أن لم تكن لدى الحكومة الأمريكية لا الهيكليات الراسخة ولا الموارد الضرورية لتنفيذ مهمة إعادة الإعمار اللي قررتها في العراق. أيضا كانت الأموال العراقية مثل ما هو يقول تسرب وتسرق وتهرب بلا رقيب ولا حسب، هذا المفتش طبعا. نعم. وقال بأن التغييرات الدراماتيكية المتكررة بمسار استراتيجية الحملة أدت إلى هدر هذه المبالغ، تبديل الموظفين المستمر، الهدر المالي، التخطيط الضيق النظر وعدم التعاون بين الجهات الأمريكية والعراقية، وهكذا ضاعت 213 مليار دولار. الآن يعني مؤتمر المانحين في الكويت يقول 88 مليار، تصور هذا المبلغ يعني تقريبا ثلاث أرعاب ذاك المبلغ وراح. ولذلك من نرجع إلى سؤال حضرتك إنه يعني أين تلاشت الوعود الدولية؟ يعني الوعود الدولية حقيقة إذا أمريكا هي اللي دمرت الخدمات وهي اللي دمرت وهي وتوعد بإعادة الإعمار، واقع الحال إنه أمريكا يعني لا يوجد نية لا عند الحكومة الأمريكية ولا الحكومة العراقية. ممتاز. سنتحدث إذا سمحتي لي، أشكرك على هذا العرض. سنتحدث عن الإرادة السياسية الحقيقية سواء عند الطبقة الحاكمة في العراق أو حتى الأمريكيين في قضية إنجاز ملف إعادة الإعمار، سنتحدث عنه في سياق هذه الحلقة. دكتور رافع الفلاحي، في كل سنة يتجدد الحديث عن إعادة الإعمار والبناء سواء من الحكومات المختلفة. من 2003 هناك مؤتمرات وحديث عن إعادة الإعمار والبناء والتنمية وما إلى ذلك. ما الذي حال دون ترجمة هذه الوعود إلى خطوات عملية؟ على الأقل ربما ليس إعادة إعمار شامل، على الأقل خطوات
تقنع الرأي العام أنه فعلا هناك خطوات للإعمار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يعني إذا أردت أن أختصر الإجابة بشكل دقيق جدا سأقول لك أن الإرادة غائبة. البناء يحتاج إلى إرادة وطنية حاضرة مؤمنة بالبناء، مؤمنة بالتجديد، مؤمنة بالتطور. هذه غير موجودة بالعراق. مشروع الاحتلال جاء بالتدمير، جاء بالخراب، جاء لكي يدمر العراق، لم يأتي لبناء العراق. لذلك عندما تعود إلى مؤتمرات المانحين هذه تحدثت عنها الدكتورة بشكل دقيق، يعني من مؤتمر مدريد 2003 إلى مؤتمر طوكيو 2004 إلى مؤتمر عمان 2005 إلى مؤتمر الكويت، الدول المانحة اللي أعطت فلوس ما ساهمت بها لأنه تريد يعني تعمر عندها فكرة بإعمار العراق، إذا كان هو حكومة العراق غير مهتمة بهذه القضية. هذه ساهمت بها لكي تجد مساحة في السوق العراقية. السوق العراقية سيطرت عليها مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي. إذا كان نعم من يساهم في الإعمار يبحث أيضا عن مصالحه لا بأس. نعم هو يبحث عن مصالحه. سأعطيك مثالا وربما الدكتورة تعطيك أمثلة كثيرة. نعم. يعني شركة بيكتل الأمريكية بعد 3.5 سنوات من وجودها البناء والإنشاءات انسحبت من العراق وأخذت 3 مليارات و200 مليون دولار. شركة هاليبرتون أخذت 20 مليار دولار ولم تبني أي مشروع سوى سرقة النفط. شركة بارسونز هذه اللي تعاقدوا معها لبناء 142 عيادة طبية لم تبني سوى 6 عيادات طبية وسرقت 168 مليون دولار وسافرت. يعني المبالغ المرصودة لهذه المشاريع أخذت. هم لديهم مشاريع دون أن يستثمروا ويسرقوا أموال. ما هم بناء العراق. الإرادة العراقية لو كانت موجودة في البناء هي الإرادة العراقية لتبني العراق. العراق مو بلد فقير. الآن العراق طوقت رقبة العراقيين بديون كبيرة. أخذ مثلا المؤتمر الأخير في الكويت مع المانحين، المبلغ اللي تحدث عنه 30 مليار. نعم. لـ30 مليار فقط 1.8 مليار هي مساعدات، الباقي 28 مليار و200 مليون هذه ديون، 16 مليار من عندها سيادية يجب تسديدها مهما تغير الوضع كارثة. فهذه ديون جديدة. عندما تحدث الدكتورة عن 88 مليار دولار الآن ديون، أكثر ديون غريبة عجيبة كلها يعني مجموعة من السراق. الحقيقة تعاونت الحكومات العراقية المتعاقبة من عام 2003 مع كل هذه الدول والمنظمات والشركات الخارجية لسرقة العراقيين. خذ مثلا المدن التي دمرت. نعم. الرمادي، الفلوجة، الموصل، صلاح الدين دمرت بأموال العراقيين وبالاتفاق بين الحكومات العراقية وبين هذه القوات يسموها قوات تحالف أمريكية غير أمريكية. دمرت وعادت نفس هذه الدول لتأخذ مقاولات إعادة البناء وتسرق العراقيين مرة أخرى من الأموال ولن تبني شيئا. فهذه كذبة كبيرة عندما نقارنها مع عمليات البناء السابقة للعراق. إعادة العمار تختلف. نعم. نهائيا. هناك شعب يريد أن يبني، هناك قدرات كامنة بالشعب العراقي، هذه غير موجودة الآن، غير موجودة نهائيا. نعم. دكتور عبد الحميد العاني، يعني بعد عقد ونصف من ونصف العقد من التغيير السياسي اللي جرى في العراق 2003، مؤتمرات كثيرة، وعود كثيرة، الرأي العام العراقي سمع بالمليارات، مليارات تقدم من مانحين من دول أو من هيئات وما إلى ذلك. نتكلم طبعا عن الإرادة السياسية، نفى دكتور رافع الفلاحي وحتى الدكتور العزاء وجود إرادة سياسية جدية لإعادة الإعمار، إعادة الإعمار في العراقي أصلا. لماذا هذه الإرادة السياسية غير موجودة؟ على الأقل ربما قضية البناء فيها إقناع للرأي العام بقبول هذه الطبقة السياسية، على الأقل تقنيعهم كما يقال مو إقناعهم، أنه فعلا نحن نبني لكن عندنا تحديات كبيرة، ربما لن يبنى العراق في فترة زمنية قصيرة بفعل تحديات، لكن على الأقل أشياء على الطريق عملية يراها الرأي العام ليقتنع، ليقول أعطوهم فرصة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المباشر لهذا السؤال ربما يتحدث في أمرين. نعم. وقد ذكر ذلك كثير من أبناء الشعب العراقي في هذه القضية تحديدا. أولا، هؤلاء كثير من هؤلاء الساسة
هو لا يشعر بالانتماء الحقيقي لهذا البلد، بل يشعر أن وجوده وجود طارئ ولا يتوقع الاستمرارية. لذلك يكون الهم لكثير من هؤلاء السياسيين هو ما يتم نهبه وبشكل عاجل، خشية أن يترك هذا المكان أو هذه الأماكن التي هي ربما تدر له هذه الموارد من السرقات وغيرها. هذا أمر. الأمر الآخر، نحن حينما نسأل عن أو نتكلم عن الإعمار لابد أنه نسأل سؤال: إعمار ماذا؟ إعمار هذه المدن المدمرة. لابد أن نسأل ما هو سبب الدمار؟ ما الذي تسبب بدمار هذه المدن؟ هل هي كوارث طبيعية؟ هل هو عدوان خارجي؟ هل أم هو الحرب المفتعلة التي شارك بها هؤلاء الذين يدعون الآن الإعمار، أو ربما يتأمل البعض منهم الإعمار، أو ربما يرفعون شعارات الإعمار؟ هم كانوا مشاركين مشاركة فعلية ومباشرة في هذه الدمار، في التدمير هذا، ومنها اللي هي الحرب المفتعلة والأسباب المؤدية إلى هذا. لكن كان هناك إرهاب يا دكتور سيطر على هذه المدن، وبالتالي ليس أمام الدولة كما تقول، يعني أنه ليس أمامنا من حل سوى أننا تخليص هذه المدن من قضية الإرهاب حتى وإن كان الثمن باهظا. وحينما يتكلم المختصون العسكريون في هذا الجانب تحديدا في قضية الحرب، فهو يتكلمون عن أن أسلوب الحرب لما يسمى بتحرير هذه المدن كان أسلوبا بعيدا عن الأهداف التي ربما تتحقق في أساليب أخرى. كان أسلوب الحرب اللي هو التدمير الشامل، يعني أسلحة التدمير الشامل التي هي محرمة دوليا، هذه أفعاله أو نتائجها قد تحققت بهذه الأساليب التي هي أساليب الأرض المحروقة، تدمير شامل. يعني أكثر من مرة الخبراء العسكريون يتحدثون على أن قضية الحرب التي استخدمت فيها الأسلحة هو ليس استهداف نقطي كما يسمى في لغة الخبراء العسكريين، وإنما سياسة تدمير شامل شمل المدن والآثار التي خلفتها هذه الحروب في مختلف المدن، وتحديدا الأخيرة التي هي الموصل التي كانت بعض الأحياء 100%. فهل هذه الطريقة، طريقة التحرير، هي كانت مناسبة؟ نعم. فهذه الوقائع كلها لما تجمعها وتقارنها مع بعض تخرج بالنتيجة التي يذكرها كثير من الباحثين والمراكز المختصة، أن الغرض كان التدمير. فمن كان غرضه التدمير فلا يتوقع منه أن يكون معمرا. نعم. أعتقد هناك مشكلة في الاتصال مع الدكتورة سعاد العزاوي، مو هيك؟ تمام. طيب دكتور رافع، قضية الإعمار، يعني قضية الإعمار في العراق وفي غير العراق، هي قضية فنية بحتة متعلقة بإعادة بناء فقط، أم أن هذه القضية أيضا مرتبطة ببيئة سياسية صحيحة، بإطار سياسي صحيح معافى سليم، أم أن القضيتين مختلفتين ولا رابط بينهما؟ هذا يعودنا مرة أخرى أستاذ ماجد إلى بداية لماذا حصل احتلال العراق والحرب ضد العراق. هل كانت من أجل عيون الديمقراطية وعيون إزالة نظام دكتاتوري وهذه وأسلحة دمار شامل مثل ما تحدثوا وجاءوا بكل هؤلاء الذين حكموا العراق، أم القضية؟ وهذا ما قالته طبعا كونديليزا رايس، أننا ذهبنا العراق ليس من أجل إرساء الديمقراطية، طبعا وراء سنين. نعم. جاءوا من أجل تدمير العراق. العراق كان يشكل قوة، قدرات، وقدرات بشرية قبل كل شيء. هم استهدفوا البشر واستهدفوا الحجر، استهدفوا كل مقومات العراق، وهذا ما قالوه قبلها. قالوا سنعيد العراق إلى عصر ما قبل الصناعة، عندما تصفى الصناعة، عندما تصفى 200 معمل ومصنع عراقي. لماذا تصفى؟ عندما تصفى الزراعة بهذا الشكل، عندما يتحول العراق إلى بلد مستورد، العراقيين إلى مستهلكين فقط، بعد أن كانوا ينتجون كثير من ويصدرون كثير من المواد، عندما عاد العراق إلى اقتصاد ريعي، ليس لديه سوى النفط، يصدر النفط وتأتي الأموال وتدخل عجلة الفساد، وهكذا من 15 سنة لحد الآن. هذا كله لم يأتي اعتباطا، هذا من إطار تخريب العراق، تدمير العراق. إذن الأساس أن تكون هناك إرادة سياسية تخلق بيئة مناسبة وطبيعية ومنطقية للبناء، هذه غير متوفرة. لذلك القضية ليست تتعلق بفنيين بمهندسين، هذه موجودة، العقول في العراق موجودة، والرحم العراقي ولود،
وأهل العراق يعني لديهم من الكفاءات ما يعني كثير، ومعروفة هذه القضية، من مهندسين، من مخططين، كل شيء، من عمال قادرين وأبدعوا فترات في الحصار 13 سنة، أبدع الشعب العراقي، وجد كثير من البدائل، وجد وقام بحملة إعمار في ظل الحصار، حملة إعمار غريبة عجيبة، يعني أكثر من 176 جسر عاد بناءها، الطرق، ما الذي بنوه من عام يعني 2003 لحد الآن؟ لم يبنوا شيئاً، لا مستشفى، لا مدرسة، لا أبداً. العراق يعني يوم بعد يوم يفقد إلى أن حتى بنات تحتية انتهت. هذا كل جزء من مخطط لسحق العراق، لإخراجه من أي معادلة للقوة. عندما يأتي الآن شعار إعمار وإعادة إعمار، تجده يعني مجرد نكتة، ونكتة مبكية حقيقة، نكتة سوداء. أي إعمار يريدونه وهم الفساد ينخر في العراق؟ لا يمكن أن يتوافق الفساد مع الإعمار، مع البناء، لا يمكن. بلد هو من بين أكثر 5 بلدان بالعالم فساداً في العالم، بلد فيه الحكومة الآن دكتور تتعهد أنه بعد قضية النصر، إعلان النصر على الإرهاب، تتعهد في المرحلة القادمة بقضية مكافحة الفساد وإطلاق مشروع تنمية مستدامة ومرحلة بناء وإعادة إعمار. نتوقف طبعا، ممكن نتوقف عند هذا الفاصل، ودكتورة سعاد العزاوي معنا. إذا نتوقف عند هذا الفاصل لنشاهد هذا التقرير المصور عن أبرز المؤتمرات التي عقدت من 2003 إلى اليوم عما سمي بإعادة إعمار العراق، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في الطاولة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في ملف إعارة إعمار العراق. ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتورة سعاد العزاوي ومديرة مركز إعارة الإعمار في العراق سابقا. دكتورة، الأمريكيون شكلوا العديد من لجان التحقيق في أموال بددت، نهبت، سرقت أموال عراقية وأموال يفترض أمريكية قدمت للعراق في إطار ملف قضية الإعمار. هذه التحقيقات مع المسؤولين الأمريكيين على الأقل أين انتهت؟ الحقيقة أستاذ ماجد، هذه التحقيقات كانت شتمية فقط. يعني عندما نسمع أنه 60 مليار دولار يعتبروها ضاعت وسرقت من دافعي الضرائب الأمريكيين، يعني المفروض في ناس تنسجن وفي ناس يعني تحال على التقاعد، لكن نلاحظ أنه الإجراءات اللي اتخذت كانت شكلية فقط، يعني حجز مع إيقاف التنفيذ ما أعرف إيش، يعني والدليل أنه بريمر هو نفسه مسؤول بتهم كثيرة بهذا الهدر وعدم اطياع على نظام العقود التعاقدات الأمريكية والكثير من الحقيقة الشركات اللي دعاها بريمر لأن تقوم حملة إعادة الإعمار اللي ما التزمت وهدرت ليس فقط مبالغ الحكومة العراقية وإنما المبالغ يعني الأمريكية أيضا. فلذلك هذا الحقيقة شيء تشعر أنه هذا الشيء متفق عليه. أنت مسؤولة عن المركز، فعلا الأمريكيون قدموا أموال حقيقية لإعادة الإعمار في العراق أم أن الكلام كان كلاما سياسيا وإعلاميا ليس إلا؟ أنا أعتقد أنه حقيقة هم يعني حجزوا الأموال العراقية بعد أن انصاعوا لقرار مجلس الأمن 1483 أتصور باعتبارهم سلطة احتلال حتى يحجزون أموال النفط مقابل الغذاء اللي موجودة وأموال النفط المتجمعة في صندوق الأمم المتحدة وأيضا ثلاث صناديق أخذت أموالها، يعني لا يوجد تفاصيل واضحة حتى في التقرير كيف صرفت وإلما أحيلت، ولكن تشعر من خلال مجموع المبالغ أن هي هذه المبالغ اعتبروها يعني مالتهم وكأنهم وضعوا اليد عليها لأنه أنقذوا العراق باعتقادهم هم وأعطوها للجهات اللي تقوم بتنفيذ الحملة. واقع الحال هم أعطوها للشركات اللي كافئوها، يعني كافئوا الشركات الأمريكية اللي ساعدتهم في موضوع احتلال العراق اللي هي بيها ديك تشيني هالي بيرتون وبكتيرل ودين جروب وكلوك براون وبارسنز إلى آخره، مجموعة شركات ساعدتهم الحقيقة في موضوع العمليات الحربية فكافؤوها من خلال هذه الشركات وهذا النهب وخلاص. يعني هذه المليارات راحت، الحكومة الأمريكية كأنه تعرف في وين راحت ولكن ماكو محاسبة على هذا الموضوع. نفس الشيء بالنسبة للعراقيين، يعني كان هو التقرير يدين الحكومة العراقية يتهمها بالفساد ويتهمهم بالأسماء، ولكن نشوف طول هذه الفترة قامت يعني الإدارة الأمريكية بالتتابع بحماية هذول الفاسدين، يعني هم هي الحقيقة الموجودين في الحكومة العراقية هي جابتهم السلطات الأمريكية، يعني الاحتلال الأمريكي جابهم وانطاهم صلاحيات وقعدهم بالخضراء وانطاهم دستور. من صار هذه يعني صارت مسرحية إعادة الإعمار وثبت أنه هم ناس سرقوا المال العام والتقارير لمدة 10 سنوات أنه منظمة الشفافية الدولية كان العراق واحد دائما لو من 5 لو من 10 دول من أسوأ دول العالم بالفساد، مع ذلك نلاحظ أنه تحميهم حقيقة، تحمي كل الشخصيات اللي موجودة مباشرة أو بالوكالة، يعني توكل جهة أخرى أو بلد آخر مثل إيران بحمايتهم من خلال المنشيات ومن خلال الدعم المادي والسلاح ولذلك حقيقة تشعر أنه يعني شيء مرتب
بإبقاء مثل ما تفضل الدكتور رافع والدكتور عبد الحميد، تشعر أنه راوح مكانك، يعني يردون البلد يبقيتي. طيب نظر الشخصية. طيب لا إذا سمحتي لي دكتورة، الحكومة تحدثت عن حاجتها ل 88 مليار دولار لإعارة الإعمار، طبعا عشية أو قبل انعقاد مؤتمر المانحين في الكويت، هل هناك إمكانية لتوفير هذا المبلغ؟ هل هناك جهات مستعدة لتوفير هذا المبلغ؟ هل هذا المبلغ كافي فعلا لإعارة إعمار العراق؟ هذا المبلغ واقع الحال لو تجي بالحسابات العراقية الوطنية، نعم هذا كافي، لكن لا يوجد ثقة أبدا بحكومة هدرت 213 عدم لهذا 213 مليار اللي حسبها المفتش إلى 2009-2010، يعني هنالك مبالغ أخرى هدرت، ولذلك لا يوجد أي ثقة حتى يعني كقروض استثماريه وقروض هنالك، يعني الجميع يسعى لقروض استثماريه سياديه، يعني تشعر ان يرتدي تدفع باتجاه ان ممكن. دكتور اذا سمحتي ممكن توضحين لنا وللمشاهد ما المقصود بالقروض السياديه؟ يعني تختلف عن القروض العاديه؟ نعم. القروض السيادية الحقيقة هي القروض اللي تدفع بها الحكومة العراقية سندات، يعني تدفع مقابلها سندات، وفي حال عدم التسديد يحق للدولة الدائمة المطالبة بالمقاضاة والاستيلاء على أملاك العراق وأمواله، بغض النظر عن نظام الحكم القائم الآن. نفترض أنه هذه الحكومة أخذت قروض سيادية، تغير هذا النظام، انهزم هذا النظام، أسقط هذا النظام، نظام قادم سيبقى أيضا ملتزما بالسداد؟ وهذا هو بيت القصيد لأميركا والناتو، أن يرهنون كل موارد النفط والغاز والكبريت والفوسفات والآثار كلها ترهن، بغض النظر لأنه بعد أن أمم العراق النفط سابقا ألغى الاتفاقيات اللي كانت بوجود الاحتلال البريطاني. الآن أي اتفاقية تعقد في مجالات النفط أو الأخرى مع تحت إشراف ودستور الأمريكي اللي هو واقع الحال، من حق العراق بعد أن يتحرر من هذا الموضوع أن ما يعترف، لأنه الاحتلال الليبرال غير قانوني، وكل ما يفرض على العراق خلاله يعتبر غير قانوني. فاللي إذا تسعى إلى أمريكا حاليا ودول الناتو أن ترهن موجودات العراق كلها باستثمارات سيادية، يعني بحيث إذا الآن العراق مديون للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، نعم، وجهات أخرى 114 مليار دولار حاليا، نعم استعمارية، نعم. الآن مؤتمر المانحين أيضا أضاف قروض استثمارية بسندات سياديه، وهذا استعمار اصلا يعني طويل الامد، هذا يعني مثل واحد يسرق مستقبل اجيال العراق. استعمار اقتصادي طويل، استعمار اقتصادي واضح. شكرا دكتوره. دكتور رافع الفلاحي، يعني في فترتي حكم المالكي صارت هناك ما يسمى بالموازنات الانفجاريه، موازنه العراق بلغت 160 مليار دولار، والحكومه ايضا كانت تحدث عن اعاده الاعمار والبناء والتنميه وما الى ذلك. لماذا لم تغتنم هذه الفرصة، فرصة الموازنات الانفجارية وبرميل النفط 120 دولار لإعادة الإعمار، أو على الأقل الشروع بإعادة الإعمار؟ لماذا لم تغتنم هذه الفرصة؟ لماذا هذا التسول الآن الإقليمي والدولي؟ لأنه أساساً لا قرار هناك بإعمار العراق والبناء في العراق. هؤلاء جاءوا مجموعة من اللصوص، ماذا يسرقون إذا كانوا سيخصصون
المبالغ للبناء واعمار العراق وبناء عراق جديد، حتى لو جزء لو 20% دكتور ابدا ولا 1%. هذه القضيه ليست في بالهم وليست في تخطيطهم وليس مطلوبه منهم، ولا العالم كله يعرف انه هؤلاء مجموعه من السراق. لماذا العالم يتبرع بهذه الاموال ولماذا يقبل الان الحديث وهذه مفارقه حقيقه يعني ما هذه القضيه؟ هذه الدول تعطي هذه الاموال لكي يكون لها يعني موطئ قدم في السوق العراقيه، لكي تاخذ لكي تسرق ايضا، لكي تدخل هذه السوق وتسرق ما تحتاج ان تسرقه، ما تستطيع ان تسرقه. تحدثون قبل قليل كنت تسالني انه الحكومه العبادي اليوم يتحدث عن اعمار عن كذا مرحله سابقه. الناس لا تتحول الى ملائكه بين ليله وضحاها. العراق اهدر وسرق منه نحو تريليون دولار. انت عندما تحدثني عن بناء واعمار وبناء جديد ورؤيه جديده، علينا ان نصفي الماضي، عليهم ان يقدموا من الذي سرق كل هذه الاموال، ولا هذه الاموال خلص نطوي الصفحه وعفى الله عما سلف، وهذه الاموال اهل العراق 15 سنه الان الاحصاءات تحدث عن 10 ملايين ياكلون من المزابل تحت خط الفقر، الاميه، الخراب، الامراض، الدمار، العراق بنى تحتيه انتهت. من المسؤول عن هذا؟ هذا الفساد والخراب، لم يقدموا شيئا. الان يمسكوا لي ثلاثه فازين ما اعرف شنو، سرقوا كلهم كل مبالغ اللي سرقوها 5-6 مليارات 3 مليارات 4 مليارات. المسروق من العراق ما يساوي نحو تريليون دولار، 1000 مليار دولار. أين ذهبت هذه الأموال؟ لم يبنى شيئا فيها، والديون علينا الآن تجاوزت 220 أو 230 مليار دولار. هذه كلها مسؤولية. فلا لا العبادي ولا غير العبادي يتحدث بهذه القضية إلا للغش والتضليل. لا إعمار في العراق، الشعب العراقي سيجد نعم. أيام أسود وأكثر خرابا إذا ما استمر هذا الحال. دكتور عبد الحميد العاني، في ضوء هذا الفساد العراق يعني وفق مؤشرات مدركات الفساد الدولية في المرتبة الثالثة منذ 2003 إلى اليوم في الفساد المالي والإداري والحكومي وسوء إدارة الدولة. كيف يطمئن أصحاب الأموال والمانحين على أموالهم حتى وإن كانت لهم حصص ومشاركات في ظل هذا الواقع الحكومي، هذه البيئة الفاسدة؟ هل ثم تتوقع أن هؤلاء سيطمئنون ويقدمون أموالهم وهي مليارات إلى منظومة حكومية فاسدة؟ جوابا على هذا السؤال، ما ترافق وعاد على ما مؤتمر المانحين الأخير ترافق في ذلك في تلك الفترة إجماع دولي على فساد الحكومة العراقية. الأرقام التي نقرأها وقرأناها في هذا المؤتمر، مؤتمر المانحين الأخير في الكويت، أعداد كبيرة، 70 دولة، 51 منظمة، 107 جمعية، 850 رجل أعمال، 2300 شركة، كلها شاركت في هذا المؤتمر، والناتج كم؟ 30 مليار فقط، وهي ليست منحة بالمناسبة، وإنما مثل ما ذكر الدكتور هي قروض، ومنها قروض سيادية. هذا الإجماع الدولي يجعل أن هؤلاء هم لا يطمئنون لهذه الدولة، فلذلك لا يعطون. ترافق مع هذا المؤتمر هنالك عدة كتاب كتبوا في هذا الموضوع، منهم اقتبس هذه الجملة لأحد الكتاب يقول: هل هو مؤتمر لإعمار العراق أم لسرقة المانحين؟ كاتب آخر يتكلم في هذا الموضوع أنه نحن لماذا نشارك في إعمار ما دمره المالكي، ويقول تحديدا يقول: كلنا نعلم أن 80% من هدر الأموال، من هذه الأموال عفوا التي ستمنح، سيسمع بها الشعب العراقي ولن يراها، وستذهب إلى أرصدة الأحزاب والكتل والمرتزقة إلى آخره. هل هذا كلام اتهامات؟ نرجع أيضا حتى نقارن بين لغة الأرقام هذه إلى ما اعترف به عضو برلماني في الحكومة الحالية، يقول: من عام 2003 إلى 2014 تم هدر 350 مليار دولار على المشاريع الوهمية. النائب محمد الصيهود من ائتلاف دورة القانون، نعم، هذا الرقم 350، إذن 350 مليار لأهدر على مشاريع وهمية. إذن هذا يؤكد على أن هذه الحكومات حكومة فاسدة، وبالتالي هذا المانح حينما يمنح يريد شيء مقابل هذا. فهل يطمئن إلى أن هذه الأموال ستعود عليه بشيء؟ بالتأكيد كلا، ولذلك نرى هذا الإحجام الدولي عن مثل هذه المساعدة. ذكر الدكتور، أختم بقضية مهمة،
ذكر في البداية قال العراق عنده الإمكانية من حياة بشر، وأضيف إليها عنده الإمكانية المادية، لكن لو توفقت أو لو توفرت الإرادة السياسية. على ذكر الإرادة دكتورة، إذا توفرت الإرادة السياسية في داخل العراق وإرادة أيضا إقليمية ودولية لدعم العراق بشكل جدي، برأيك كم من الوقت من الزمن تحتاج عملية إعارة إعمار العراق ليقف البلد على قدميه، يعني على الأقل حتى لو بشكل مبدئي؟ يعني حقيقة الخدمات الأساسية والإتقان بالنسبة للمدن المدمرة، يعني التجربة اللي موجودة عندنا كانت من خلينا نسميها 5 سنوات، يعني ممكن تكون مرحلة أولى، بعدين الأشياء المعقدة الأخرى. يعني خلال 10 سنوات ممكن بجهود بنفس نموذج حملة إعادة إعمار، يعني جحشلة الجهود الحقيقة وحكومة إعادة إعمار وجحشلة الجهد الهندسي والموارد مال البلد كله، لو كان هنالك مثل ما تفضلوا الأساتذة الأفاضل إرادة قوية لدى الحكومة، مو هذه الحكومة حقيقة في أن تغير واقع الحال وتخفف الأعباء على المواطنين اللي بيعانون صار لهم فترة طويلة. ممكن يعني فترات هي فيز 1 فيز 2 فيز 3. أول فيز يكون في 5 سنوات ممكن النهوض بكثير من الخدمات الحقيقة بجهود المهندسين العراقيين وحتى الخبراء اللي ممكن أن يساعدوهم من الدول المجاورة أو حتى الأجنبية. وبعدين حسب المراحل ممكن تكون المرحلة الثانية إلى المشاريع اللي هي مرتفع كيف خلينا نسميها، يعني المصانع الكبرى، محطات المترو، ما مترو اللي طرحها هو العبادي، راح يعني حقيقة للكويت بدل ما يحكي على عمار المدن المدمرة وإنقاذ الناس من الخيام، راح طرح له 6 مشاريع مال مترو أنفاق وش اسمه كلها بالجنوب، 5 منها بس واحد بالشمال. أنا اللي أقصد إنه حتى رؤية لما يعني البلد. شكرا للدكتورة سعاد العزاء ومديرة مركز إعارة الإعمار في العراق سابقا، شكرا جزيلا. دكتور عبد الحميد العاني، بعد إعلان الحكومة النصر على داعش الآن مرحلة جديدة كما تقول، مرحلة بناء وقضاء على الفساد، هل يتوقع أنه الآن ثمت جدية في قضية البناء والتنمية بعد هذا التحدي الكبير قد زال؟ وهناك أيضا دعم واضح إقليمي وعربي ودولي للحكومة اللي موجودة، وهناك أيضا انفتاح، هذا مرحلة التشنج التي كانت في حقبة المالك الآن تقريبا زالت، يتوقع أنه أو ثبت بوادر على إطلاق عملية بناء حقيقية؟ طيلة 15 عاما الماضية لم يرى الشعب العراقي أي مشروع حقيقي رغم تقلب الأمور، لم يكن طيلة 15 عاما الماضية هو إرهاب وحرب، بكل المراحل كان هنالك نهب ولم يكن هنالك إعمار. الذي يتحدث عن الإعمار حقيقة لا بد أن يوفر أرضية لهذه هذا الإعمار، وربما كثيرة لكن ربما أركز على 3 أمور لأنه ليس فقط نقد حتى نتحدث عن الإعمار. نعم الوقت ينتهي. نعم. ما هي هذه الأمور؟ أولا لا بد استقرار سياسي، لا بد نزاهة القائم عليه، لا بد من أمن مستتب، وهذه الأمور 3 غير متوفرة ولا يسعون لتحقيقها، فلذلك لا نتوقع شيء. إذا شكرا للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، كان هنا في الاستوديو، كان معنا هنا في الاستوديو، وأيضا الدكتورة سعاد العزاوي مديرة مركز إعارة الإعمار في العراق، ناقشنا في قضية ملف إعارة الإعمار والمعوقات والتحديات ويعني شبهات الفساد اللي شابت هذا الملف. نتوقف عند فاصل قصير مع دكتور رافع الفلاحي ليرفدنا بخلاصة النقاش في هذه الحلقة. دكتور، لم تكن هناك عملية بناء خلال 15 سنة الماضية، لا يتوقع كما ذكرتم طبعا أن تكون هناك عملية بناء، ليس هناك إرادة سياسية ولا حتى إقليمية ولا دولية
الأطراف الدولية التي تدعم هذه الحكومة لإعمار وإعادة بناء العراق، وسنبقى في نفس الدوامة. نعم أستاذ ماجد، لأنه الفكرة الأساسية أن مشروع الاحتلال لم يأتي للبناء، مشروع الاحتلال جاء للتدمير، للخراب، لسلب العراق كل موارده، لتدمير العراق وصوله إلى يعني إلى قعر الهاوية. هذا ما حتى مع اختلاف الظروف والمعطيات على الأرض؟ أبداً، لم المشروع ما زال ماضياً، وكل الأدوات التي على الأرض، الأدوات المحلية، ألم تكفي هذا الإقليمية؟ 15 سنة ما كانت كافية للتدمير؟ لم تكن كافية. العراق كان مؤمل له هكذا في مشروع ما أن يتقسم قبل فترة طويلة أن ينتهي. العراق ما زال فيه نبض، فيه قدرة على الحياة، بغض النظر عن كل ما فيه من هذا كل يجعلهم يعني جماعة ناويين يجهزون علي النهاية؟ نعم هكذا، هذا المشروع، هو هذا المشروع. لذلك إن لم تتوفر مثل ما قلنا إرادة وطنية، إرادة حقيقية في البناء، في الإعمار، البناء لا يأتي هكذا. عندك كوادر، عندك حتى لو كانت عندك أموال وعندك كوادر، إن لم تكن هناك إرادة في البناء والإعمار وبناء شيء جديد، بناء نموذج جديد، لن يحصل هذا، وهذا غير متوفر في شكراً دكتور، نلتقي في الأسبوع القادم. شكراً جزيلاً.